كابتن عبد المنعم الحاج او سياده اللواء عبد المنعم الحاج. طبعا من اعظم الاشخاص اللي مروا على او هم صنعوا تاريخ نادي المقاولين العرب. الاشخاص كان الكابتن فؤاد صدقي، كابتن عبد المنعم الحاج، كابتن ابراهيم الوحش، الكابتن صلاح مصطفى الاداري، كابتن عبد المنعم الحاج سيادة اللواء عبد المنعم الحاج ليه فضل عليا بعد ربنا، فضله كبير عليا جدا جدا جدا، لان هو ضمني من سلاح المظلات لما كان بيعملوا فريق اسمه المقاولين العرب، فشافني في ماتشات الجيش او في تدريب الجيش. كان في دوره كده بتتعمل في مركز شباب الجزيره كانت تبع الجيش، قال لي انا احنا بنعمل نادي اسمه المقاولين العرب، كان في الدرجه الثالثه، واقنعني ان انا انضم لنادي المقاولين العرب وهو كان في الدرجه الثالثه. وطبعا قلت له ان انا عايز اتعين، والكلام ده اتكلمته واحنا في برنامج برضو المجري ده. فطبعا عرض عليا الانضمام للمقاولين العرب، في نفس الوقت قال لي هعينك في نادي المقاولين العرب. فهو ليه فضل كبير عليا جدا 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 بعد ربنا، لان انا كنت اول واحد ينضم لنادي المقاولين العرب في الدرجه الثالثه. على الجانب الاخر استفدت من شخصيته القويه، على اساس ان كان لواء شرطه. الشخصيه القويه دي اللي يعني كانت بتعطي كل واحد حقه، وشخصيه فعلا بتدي المميز حقه. ده كان